صباح الخير، هنبتدي إن شاء الله الكونفرنس الأسبوعي، وبيدير الكونفرنس معايا أخويا وصديقي العزيز الدكتور نبيل فرج، وهنفتقد النهارده الدكتور أسامة لسفره والدكتور أحمد للتجديد ولسفره. إحنا عندنا 3 كيسز، 3 ديفرنت كيسز، واحدة هيقدمها لنا الدليل العزيز الدكتور أحمد السيد على الأورتيك بارد انترفنشن، وهو حاطط لها انترستنج تايتل اوف ويننج ذا تايتل فور ذا جيمز كاسس. والحالة الثانية كرونري انترفنشن هيقدمها الدكتور حازم قنصل، اند ذا ثيرد كيس ويل بي اي بي اس. هنبتدي بالدكتور أحمد السيد وهيقدم لنا الحالة بتاعت الأورتيك. اتفضل. صباح الخير عليكم جميعا. انا سعيد ان انا اكون مع حضراتكم النهارده وان احنا نشير ذيس انترستنج كيس توجذر. صوت واضح كده؟ اوكي. اور كيس توداي هو 74 years old male patient was heavy smoker, actually COPD patient with type 2 diabetes. He presented to the ER with acute pulmonary edema. His ECG showed the sinus tachycardia with diffuse exit depression in the anterior leads. Cardiac enzymes was elevated, and his echo showed severe calcific aortic stenosis together with severe calcific aortic stenosis with an ejection fraction of 50%. And segmental wall motion in the LED territory. So our plan was to stabilize him. الأول يا أحمد البارمري ديما طبعا تكون السجين ده كارديو ديسفانكشن ذات زي كان البارمري ديما especially in the tachycardia cardio or something like that. ولكن ال elevation of the troponin كان significant يعني. The increase of troponin is an increase of troponin which can be accepted, but which we can consider that already. لأن هو طبعا مشكلة الأورث سلوس في النهاية if they are neglected إنه بيتحول ل turning out أورث سلوس وهارت فيلر وكده. فهل ده indication إن this patient is available؟ هو النقطة الوحيدة اللي بتطرحها دي نقطة مهمة جدا دكتور عمر، ان احنا عندنا عدد مش قليل من البيشنتس اللي بيبريزنت بنون ستاند بيت كارديك انزايمز واكل وسيجنال وموشن وكويت فانكشنز ويتعمل له كرون انجيوجرافي ويطلع على سيجنال كرون ديزيز. فهو ذيس از يعني نون ستاني نتيجه سيفير ماتش ما بين السبلاي والديماند، فعينين عندهم سيجنال كرون ديزيز فيبريزنت نون ستاني هو اللي مشكلته الاورد صحيح. هو ده بياخد الترمينولوجي بتاع ليرنينج اوت اورتيك سنوز او مينوفا او مينوفا او بيرنينج اوت اورتيك سنوز، وهو ده اللي بيخلي هو انت المشكله ان السبيل اوبستراكشن بوردر تو ذا بوت بوت ذا اورتا يو ار ويبنج بتاع البوس ذير از ان سبيل اوبستراكشن ذا هارت هاد تو كونتراكت فيجرسلي تو باس بلاد في الاخر ات فيلز موست بروبلي ات فيلز بيس ميل امبارشن سام سيلز are going every time to be damaged until the patient ودي ده وص سيناريو كان فيس ان واحد عنده اورث سنوز وعنده سيستوليك ديسفانكشن فيلير دول بروجنوز فيري باد. برضه حاجه مهمه بالنسبه للكارديك بايو ماركرز. في ايام الكوفيد لما نزل جايدنس كارديولوجي جايدنس كانوا بيفرقوا ما بين البايو ماركرز اليفيشن نتيجه للكوفيد ونتيجه للمايوكارديال انفكشن او تو مايوكارديال انفكشن. فلو في مودست اليفيشن اذا كان السي تي ام بي او التروبونين كل سيجمنت تحت مثلا تو او دبل النورمال يعني تريبل نورمال او اكتر بيعتبروه تاني او بعد كارد الفانكشن اقل من كده كانوا بيعتبروه حاجه ريليتد للكوفيد نفسها. فالمودست اليفيشن او كاردك باي ماركرز ممكن في الحاله دي كان دي كونسيدر نتيجه لين او سيجمنت نفسه مش نتيجه لين ماي كارد الفانكشن. انما لو هو اكتر من كده لا كونسيدر ان هو ستيمي او نون ستيمي. وهو طبعا يعني النقطه اللي بقولها دي يمكن دلوقتي احنا ما بنذكرش حالات كتير، لكن في الكوفيد ستيد مايكارديتس ممكن يطلع البايو ماركر او بيبقى ليه اسباب ثانيه.
تعالوا ذا كود والمايوكاردايت دي قليل يعني. اتفضل يعني. فاحنا قرار كان تو ستابلايز ذا بيشنت كاتيجوري اند تو دو هيم سي تي تابي بروتوكول. السي تي تابي بروتوكول هنا هيفيدنا في كذا حاجه. اول حاجه ان احنا من السي تي تابي بروتوكول نقدر نعرف البرايمري اناتومي اخباره ايه ونشوف هل البيشنت از اناتوميكال فيزبل فور تابي او لا، بحيث ان الهارت كيم يقدر ياخد ديسيجن whether to send this patient for surgery for TAVI أو مع coronary intervention based على ال CT study. في حالات بتحتاج انك انت تحولها to even the patient having prior arthritis together with aortic stenosis. It can be done طبعا intervention. In this condition you make it in stepwise or you can do it. يعني suppose ان انت عملت الراجل ده لقيت عنده LAD مع severe aortic stenosis. You want first to correct the LAD stenosis and then another session, or we can do it in the same session. والله هو ما فيش consensus واضح whether should always do primary PCI الأول أو الثاني الأول أو لو العنف وتاب أو إن إحنا نعمل الاثنين مع بعض أو نعمل stage. بس the common sense بيقول إنه مشكلة العيان الأساسية لازم تتحل الأول. يعني ساعات بنلاقي عيان عنده سيفير اورتيك ستينوزس ان انتراكتبل هارت فيلير وعنده اسوشيت كرونيك ارت ديزيز والعيان ده مش هيستحمل كرونيك انترفنشن. فايت ميك سنس ان العيان ده يتعمل له تابي الاول بعد كده بعد ما يبقى ستابيلايز يعمل كرونيك انترفنشن ليتر اون. ده ما هوش الكومن سيناريو. الكومن السيناريو الاكثر شيوعا ان العيان لو عنده سيجنفيكنت كرونيك ارت ديزيز ومشكلته في الاورتيك ستينوزس ستابيلايز ان هو يعمل الاول الان تي اي بعد كده يعمل التابي وستيجنج او نعمل او نعمل الاثنين في نفس السيشن يعتمد على كذا حاجه او الكومبلكس بتاع الانترفنشن. لو العيان عامل كومبلكس كرون انترفنشن وي ستيج. لو العيان عامل سي كي دي الكراتين بتاعه عالي وي ستيج. اذروايز وي دو ذا سيم تو بروسيجرز اي مين ان بي سي اي اند ذا تابي توجذر ان وان سيشن. والكلام اللي بيقوله احمد It's very important. هنا من الحالات إن ما فيش guidelines تقول لك اعمل ده واعمل ده. It's a case by case according to the patient and the circumstances اللي موجودة فيه أنت بتقرر. لكن هو اللي أقرب لللوجيك إن هو it is better to start by the coronary artery in order to make the heart stand the procedure. يعني إذا كانت very simple LAD مثلا 90% وفوكال وبتاع الواحد بيعملها in order to prepare. هنا في مشكله ثانيه ان the two conditions can be misleading to each other. يعني ال coronary artery disease present by chest pain وال aortic stenosis present by chest pain فبيبقى في نوع من الحيره which of which. وزي ما احمد بيقول ما نقدرش نقول لا ده في كل العين هنعمل كده وفي كل العين هنعمل كده. is according to the scenario present in each patient. شكرا. الحاجه الثانيه ان احنا لو يعني في some rate scenarios ان احنا بنقرر ان احنا نعمل تابي بعد كده نسيب الكارل انترفنشن. ان احنا لو هنعمل كده لازم نبقى مختارين بلاتفورم يسهل ري اكسسنج كارل ليتر. ان في بعض التابي بلاتفورمز بتخلي الاكسسنج كارل ليتر اون از ديفيكلت. فكل ده بيتحط في الحسبان. عشان كده ان ذا استراتيجي للانترفنشن از فيري امبورتنت. دي من الحالات اللي بتسوق ان اكتر الواحد يبتدي بالكورونري عشان which platform بيبقى الاكسس للكورونري اسهل؟ الشورت بلاتفورم سواء السي كيو 3 او المايبا. ال بي 2 تعصب برضه الكورونري اكسس اصعبهم هو الفيو ار هو السيلف اكسباند بلاتفورم الالكتروني. لكن دلوقتي بقينا بنعمل حاجه اسمها كوميشن الاينمنت. دي بيتحط في الجراف امبلانتيشن بحيث ان احنا نخلي كوميشنز الجديده فيسنج الاولد كوميشنز وبالتالي الري اكسس للكرونز يبقى اسهل شويه. بس ستيل يعني دوينج كرونري انترفنشن بعد شورت بلاتفورم از ماتش ايزير. طيب عملنا السي تي تابي بورتفول وزي ما حضراتكم شايفين we are having a significant left main disease, a long calcified significant LAD lesion, followed by an aneurysm with mid-cerebral impacted LAD. الكالسيوم اللي في الكرونس كان حقيقي اكثر كتير من الكالسيوم اللي على الورت جلاد. yet we have يعني في كالسيفيكيشن شويه اكثر عند
بين النون-كرونري والبرايت كرونري تاسك اللي عند الساعة 10 البارامتر اتقاس المين دايمترز عشان نشوف لو احنا هناخد سمول هنعمل سايزنج ازاي والاكسس بتاعنا في عندنا ديفيوز كالسيفيكيشن وعندنا الانترفينال دون الورتك انيوريزم بس الحقيقه الدايمنشن بتاعته ما كانتش كبيره وكان بس قبل كده يا احمد هنا الفان هيبقى ايه؟ يعني طبعا الدوكسن الديفيوشن ذا كراري ارتي بيفوز الروتاتيف او سمثينج لايك ذات هنا كان قرار ايه وكان نجاح على انا هحط سلايد بعدين هاخد راي حضراتكم تحبوا تعملوا ايه بقى عندك؟ هو اكيد احنا طالما احنا قاعدين هنا عملنا حاجه ما بعتوش كده مرة عايز واحد يحكي بقى بصراحة بارك الله يوم ترجع طبعا احنا يعني انت هتبقى شديدنا مجروح يعني هو عنده كام سنه؟ 84 وبرضه انا مش عارف يعني المنظر ايه في او في دي بيشنت سي او في دي بيشنت هاف سموكر لوكس اس تي اس اس تي اس سكوب تاور يعني معلش معلش قاعد كان حاسب برضه منظر الكورونا يعني قصدي الكورونا بتاعه شكله عامل ازاي؟ انا اعتقد ان يعني حل مشكله الكورونا الاول رغم ان هي هتنصر يعني الدولهات وخاصه بعند عنده سي او بي دي السي او بي دي برضه ده بيخلي البروسيدر وبوست بروسيدر ريسك عالي يعني اعتقد ان احنا لو تعاملنا مع ال دي فيجن ال دي فيجن ده يعني اتس فيري بروكسيمال اند اتس كوزنج موست بروبلي اسكيميا سيجنفيكانت لكن نشوف بقى ايه اللي حصل طيب احنا كان قررنا احنا هن لا واحدة فور دافي اند بي سي اي بي سي اي فيرست بي سي اي فيرست لما تحط فور اوكي احنا وي ديسايدد تو جو فور ستيج بي سي اي دكتور ده الكمان الانجيولوجي زي ما حضراتكم شايفين يعني تقريبا نفس الصور ان سي تي عندنا سيجنال بس هنا مبين ان عندنا لابين ديزيز سيجنفيكت we have a calcified segment with a critical lesion في aneurysm قبليه وبعديه على طول في critical lesions right coronary can small non dominant احنا قررنا ان احنا طبعا such a procedure احنا we should be ready على طول ب IVUS and rotablative من الاول قبل ما نفكر نعمل اي حاجه ف we did IVUS احنا ماشيين كده من distal LED ده لسه للانيلس في بلاك موجوده بدأ فيها شويه كالسيوم هو عن الساعه 10 هو البروفايل بتاعها مش احسن حاجه لكن لكن ايمج از بيرفكت هيبان بقى هنا عندنا حته في كالسيوم شيت يعني كده الحقيقه واحده 360 درجه بس اتس از سوبرفيشال كالسيوم ما تقدرش ده كان لينس ولا لا طبعا هو دي نقطه مهمه جدا ان احنا الثيكنس بتاع الكالسيوم احنا مش بنقدر نقيس بس بالايس عكس الروسي لكن لكن اول امبريشن ان الروتابليشن هنا وود دو ذا جوب مش عارف راي حضراتكم ايه انا اعتقد طبعا ان هي اتس فورس ماجور هي اللي بتفيدينا طبعا الاو سي تي في الحاله دي از مور اكيوريت جيفنج ديسيجن لكن انا اعتقد ان في حاله زي دي
have to go after for doing rotablated for this calcium. I think it will be successful. بص حضرتك، هو طبعا في عاملين سكورنج الكالسيوم بالايبوس وسكورنج بالاوستي، يعني طبعا الفرق بينهم اللي هي السكنس الايبوس السكنس الاوستي السكنس الايبوس بقى. وهم عاملين زي الجوريزم ويتش تيوز، يعني الاي في ال ولا روتا، وهم في الحالات الكروسبل ليجنز كلها وي كان يوز ايذر الاي في ال اور الان كروسبل ليجنز، يمكن هي دي الحاجه الوحيده اللي وي هاف تو يوز الروتا. ده بيزد على يعني الالجوريزم مانجمنت بالظبط بالذات في السيفير كلاسيفيكيشن الماك اللي هو اللي واخد 160 درجه ده ديفرنت 160 درجه ده يعني والدينز ايذر يعني الاي في ال او يعني لان الاي في ال دلوقتي بيقوم تقريبا او بيجيب نتائج زيه زي الروتا في الكروس او لو ان كروس طبعا يبقى روتا شايف ان دي مش فيري كريتيكال فيري كريتيكال وده مست الاي في ال البالون نوت ايبل تو كروس فيري كريتيكال ليجن. انا في بعض الحالات تعبت يعني بدات وسعت النان كومبايند بالون الاول عشان يوز الاي في ال، انما لو تعبت في حالات الاول خالص اختار اي عملت كذا حاله كده وعرضناها This is what we did, the micro catheter, and we exchanged the rotor wire. And we 1.175. I've had them in 1.75. It cost yani very smoothly. عملنا مالتيبل رانز والسايز بتاع الكبير برضه ياخد في اس تي بقى يعني اختاروا بيس كافيه يعني ريسبكت الفاسل سايز احنا يعني 50% من الفاسل سايز احنا كنا بنتكلم فاسل اراوند 354 فقلت انا من الاول هاخد 1.75 ده از بريك تشويس يعني وهو للاسف ما كان فيه بيرز اكبر يعني هو احنا كنا وي ار ستاك انه كان فيه يا اما واحد وربع يا اما 1.75 حتى معاه نص مش موجود فكرتين احنا من الاول كنا بنتكلم ان احنا 1.75 هو مش كان في 1.5 في الحاله دي حاجه واحده بس ريسك العيان عنده سيفير يورتك ستينوسس في جوت نوري فلو ابروكسيمال ام دي ده هيزود طبعا حاطين فينس شيكس مش حاطين فينس ميك بس احنا حاطين فينس شيكس فينس شيكس از جود اكشلي طبعا 7.5 فينس ف مالتيبل رانز الحقيقه الدنيا كانت ماشيه كويس نون كومبلاينت 3 او بالون كانت بتفتح كويس خالص. البالونه كانت بتفتح خالص ف we decided to proceed for stenting. دي 3.5 stent بعد كده عملنا 4-0 stent ظبطناها عند اللفت مين. زي ما حضراتكم شايفين بعد الستانت ستيل الحته فيها نعم فيها المينيمال اريا لسه فيها از اندر اكسباند الستانت از اندر اكسباند تو ستانت ستانت خدنا من الرقمين لغايه الهالي لغايه الستانت سايز 3.5 و4 3.5 ديستل و4 لما لقينا المنظر ده I was I will climb again. Which I will run after مش حاطط انا عاوز اجيب 3 ايفس فان تراكس وذاوت ديب كالسيوم كان في الحته دي بلول او كالسيوم لا كان في تراك عن ساعه 5 كده مش تو ديفرنت تراكس لا كان سنجل تراك وقلنا قصدي كان ما بين ان احنا ندخل بسكند راوند اوف روتا او روتا كات بس قلنا خلاص لما لقيت النان كومبلاين بالون مفتوحه كويس الحقيقه اتشجعت ان انا اسيب الستاند فالستاند عندنا الديستال ستاند فيها حته برضه اندر اكسباندد لفت مين ستاند بيني وبين الاريا في الحته اللي قبل الستاند هنا يعني منظر مرعب يعني
عيانين كتير، وانا عايز اوفر عليهم فلوس ما بستخدمش الروتا تريبسي. هو ده يعني في الروتا تريبسي، يعني هو كان فيري دنس كالسيوم كتير، باخد روتا كات روتين بعد الايفس. لو انا ما لقيتش تو ديفرنت تراكس قبل ما تعمل قبل الاستنتاج. الاستنتاج. This is a good idea. بس انا اتخميت ان انا لقيت ان انا يو كراكت ات سيرتن بوينت وانا شايف الكالسيوم يعني. طيب ف ايه راي حضراتكم هنا؟ ما هي دي عايزه بقى الاي بي ال. سو احنا وي ستوب ات ذات ستيج اند وي ديسايدد ان احنا كده كده احنا ذيس بيشنت از فور اي بي ال هو ده الاوبتيمم بتاعه. ف وي سكيدول ذيم تو دو ذا اي بي ال ايميديتلي قبل الدابي بروسيجر. And this is what we did after a couple of days. And we did the IBL here for 2 points. From the top, from the part that was the upper expanding stent, we fought كان القرار بقى ان احنا ندخل نعمل اي بي ال. هو الاي بي ال فكره الاي بي ال حضرتك بتبقى اورينت بيها شوك ويف زي اللي كان بتاع النيورولوجي بيستخدموها لتكسير المين ستونز، تدي التراساوند ويفز تعمل تقدر تكسر الكالسيوم ده. فاحنا بندي هو بفضل يعني احب اضيف حاجه. هو كانوا يعني بيتكلموا على الروتا والحاجات دي بيقولوا ان دي بالكنج. يعني دي بالكنج دي از ا رونج تيرم في الحقيقه. هو بيعمل كراكنج للكالسيوم مش دي بالكنج. نمبر 1. نمبر 2 الاي في ال او الانترا باسكولار لايس جيبسي ده هو عباره عن ثلاثه بارتس، في جنريتور، والجنريتور ده كهرباء يعني بيتوصل بكهرباء، وليه تشارجبل وليه الكونكتور وليه البالونه اللي هي افيلابل في سايز 2.5 لغايه 4 كلهم لينكس واحد. وطبعا لازم الاول بنطلع على بريشر 4، وبعد ما ندي البيرس بتاعتنا بنطلع لسيتش اوت والديفينيتيف. البالونه نفسها عليها الميترز او 3 الميترز. الميترز دي بتحول الالكتريكال كارنت الى اكواستيك كارنت اللي هو الالترا ساوند اللي بيجيب ده، وده اللي هو بيساعد على يعمل كراكنج. ده فكره الانترا فاسكولار لايف ميثودز. ودي بقى بس مش هي دي بتعمل ديباركينج اكتر؟ لا لا في كومبيرت بال الفكره ان الروتاريشن مش شايف ان هو ناحيه الجمل اكسسبل بالروتاريشن، لكن يكون كالسيوم دي صعب الروتاريشن. والاي في ام مور لايبل تو كوز ديباركينج ولا الاي في ام؟ هو الروتر مش بيعمل كراكنج يبرد. هو البالون الاي في ال اللي انا سمعته، لان انا فكره ان انا بايمات الترا ساوند ويفز هتكسر الكالسيوم. بتكسر حاجه شبه ايه؟ حتى في الجهاز بتاع البلاك اللي بيكسر بيه البلاك بتاع الكالسيوم، في جهاز الترا ساوند بيكسر بيه، هو نفس الفكره. هو جهاز طلع الترا ساوند كويس بيحطها على البلاك وهو بيكسر البلاكس او فهي نفس الفكره، بيعمل كراكنج بيضعف. هو بيستخدم المايكرو بابلز يدي في كل بلس اب تو 50 اتموسفير. استخدم المايكرو بابلز دي بيعمل مايكرو بابل امبليفيكيشن. هو بيستخدم المايكرو بابل امبليفيكيشن دي بكبره، عشان كده هو بيدي 1 بلس اند ذن هو 1 بلس اند ذن هو ما يقدرش يطلع كونتينوس، عشان هو بيعمل 50 اتموسفيرك بريشر. ده اللي بيدقه في الحته بيروح، عشان كده بيعمل تراك فور كونتينوس. هي دي لما نسال وقتها البيشنت بيحس بالبين او جيلو اكتوبكس وممكن محمود كنت شايف حالي مع بعض. البيشنت كان بيجيله باك بين كل ما
مرعب. احنا وديد شوك ويف للديست ليجن في البروكسيم ليجن. بان اخيرا بقى ان الحته اللي كانت تايت الحقيقه اتفتحت اخيرا. ده كان الفاينل انجيوغرافي بعد ال وبعدين this the final injection. وبعدين جينا بقى للجزء السهل. we chose good part. The final result is very satisfying. الحمد لله. وكان لازم الحقيقه تعمل الاول. الحمد لله. كنت فاصل اوت الفالف، ديتيل، ستيب واير، بري دايلاتيشن. بري دايلاتيشن از نوت مانداتوري الحقيقه، بس ان ذيس بيشنت بعد ما شفنا البيهيفير بتاع الكالسيوم بتاعه احنا قلنا في دايلاتيشن كان لازم في دايلاتيشن. بعد كده الروت ار 29 الفيرست ديبلويمنت كان فالف ا بيت هاي، سو وي كليد ذا فالف اند تارجت بيت ديبر انسنت. ده الفاينل بوزيشن. عندنا مودريت بي بي ال بعد الفالف ديبلويمنت از اكسبكتد، so we have to pause and hit. So to wrap up, calcium makes every intervention more challenging. And aortic rejection acceptable. Trivial is acceptable. هو في الاول كان كان موديل كان موديل مايند اكسبت مايند اكسبت لكن موديل وهو من تحول المودريت ومايند بانك انت سمام ما كانش فاتح كويس نتيجه الكالسيوم الموجود، فالبور دايلاتيشن بيخلي سمام يفتح فيتقبط على اللاندنج زون بتاعته في القلب بالظبط. احنا احمد والنبي اديله ايه؟ سؤالك عشان ليه احنا ما استخدمناش في العيان ده بالون اكسباند بتاعتكم عشان الري انترفنشن از ماي بي نيد. الحقيقه ذيس از ان امبورتنت بوينت يعني لكن ان ذيس بارتيكولر بيشنت ما كانش في ابي بالون اكسباند خالص. لما يبقى شرط ان انت في الحالات دي بريفير تدوز البالون اكسباند بفور يعني باسبل ري انترفنشن. انا عملت حاله كورونا انجيوغرافي برضه كانت تطبق في البيت وكان فعلا تنميشن اوف ذا كورونس كان ديفيكالت. هو دلوقتي بعد ادوبتنج بقى الاكسسنج از ماتش ايزير، هو بس ستيل اكسسنج رايت كورنر از ماتش ديفيكالت. يس وكانت فعلا المشكله كلها في الناس اللي رايت كورنر. لكن بعد تاشن كان بعد تاني مهم ان احنا عارفين ان الاوتوبليشن الاوتوبليشن اتاكتمي والشوك ويف اتاكتمي ار كومبلمنتري ايتش اذر. يعني ما فيش حاجه فيهم بتريبليس الثانيه، و these are all precious tools in our cath lab in our daily battle with chronic calcification. الاوسي بتشيب بتشيب الثانيه اه ده تشيب اوسي تي طبعا is better than IDIS assessing if chronic calcification with heart team and very procedure planning is your future success. Thank you. لا على بعض في نقطة بس مهمة في نقطة مهمة when we come to calculating the cost effectiveness بتاع التاج compared للسيرجري. الحقيقة
كل البوست انفكشن ستادز كانت في فيفر للفيرو مش العكس، عكس متوقع. اللي بالرغم من ان الكوست بتاع الديفايس قبل، لكن هم بيحسبوا بره الريهابيتيشن. احنا لا احنا بنكاونت الريهابيتيشن ولا بنحسب اللي انت هوسبيتال ستاي. فدي حاجات التوب برودكتس العام ياخدها، كل الكلام ده احنا مش بنحسبه في الكوست بتاع الانفكشن. احنا وي ار نوت كومبيرنج كوست سيرجري مع ثيرابي، ولكن كومبيرنج الكوست انديفيدوال بيشنت. Patient زي ده طبعا is complicated because of the calcium in the coronaries and they will need many interventions. Make this very high cost. يعني سؤال بتاع cost benefits usually should be put in mind. طبعا في ناس مبسوطين or not do operation, second day can go to work. لكن برضه مشكلة ال cost benefits لازم تكون حاضرة. ما بنقولش طبعا زي ما احمد بيقول في اذا احنا حسبناها بالطريقة الاكريت اللي بتتحسب بره على اللونج الترم هو قد تكون التابي ارخص، لكن في حاله زي دي we need money many procedures زي ما احمد عمل كده، فيمكن الكوست بنفيت هنا تبقى حقيقه. تقريبا دوله زي امريكا اللي هي بتهتم بالكوست افكتفنس اكتر من اي حاجه ثانيه، امريكا دلوقتي التابي اعلى من السابق، التابي اعلى من السابق بالظبط، والتابي دلوقتي مور فيفري واعلى من السابق في اخر سنتين. في سنتين هم هناك الجراحين بتشتغل والانترفنشن بتشتغل والروتين بتشتغل، حتى اعتقد هو روح الجراحين شغل ف incentives الجراحين. لكن لو احنا حسبنا على المنظومه الصحيه الحكوميه او طبعا التربية الكوست ان ترمز اوف بعدين هنا كوست ترامب بطريقه غير طبيعيه بالنسبه للديفلويشن بتاع العمله، يعني لكن هو هناك العمله رخيصه هناك الدولار دولار الصمام دلوقتي دخل على طبعا العيان ده اتكلم حوالي مليون و400 الف بنشكر الدكتور احمد على الحاله اللي فيري انتريستنج نوت كومن كيس تو فيس افري داي وذ ذيس فيري هيفي كالسيفيكيشن ذا كرونري ويز سيفير اورت سينوس يمكن تعمل مع البروسيدر الجميله اللي احمد وراها لنا. And then we will go to the second part. It is an again an interventional coronary case. هيقدمها لنا الدكتور حازم برشد ان شاء الله. السلام عليكم. النهارده هنتكلم على هي اكيد في ريسيجن ميجر. تعمل ايه لكن خلينا نقف على البرزنتيشن بتاعتك and then we'll discuss together our ideas about how to manage the fine tuning. لان الحقيقه الديسيجن ميكنج انا
انا ان ديس كونفرنس بيكون هو تعليمي بالاساس. انا بعتمد على حاجتين، ديسيجن ميكنج نمبر 1، وكيسز كومبليكيتد تو افويد ذا كومبليكيتد. لا I didn't proceed with the intervention. طب كويس، انت عملت ايه؟ احسن واحد، احسن واحد. The patient is a 52 years old male who has mental retardation since birth. هو كان he was being taken care of عن طريق والده ووالدته. لما توفى من 3 سنين اخته اللي كانت بتخلي بالها منه ودته دار للمعاقين، وهو كان قاعد اخر 3 سنين في دار المعاقين. He's not diabetic, not hypertensive, not smoker. Complained by the caregiver ان هو فعليا بقى عنده easy fatigability, decreased physical performance or tolerance, depression, loss of function. To what extent his mental retardation? He is doing any work or he cannot work? At age of 5, يعني هو arrested at the age of 5 years old. Not talking يعني. هو ممكن يرسبوند لحد verbal commands زي اقعد او حاجات زي كده، لكن he cannot express even his complaint او symptoms. فاحنا انا اضطريت ان انا rely on ال caregiver بتاعه ان هو يكسبريس الشكوى بتاعته. حتى انا قلت له طب انت قول لي هو totally كده، how can you give him على سكيل from 0 to 10؟ How he can explain this. هو he does not explain his complaint. هم لاحظوا ان هو عنده ايزي فاتيجابيلتي، فبينزلوه يتمشى في الجنينه بتاعت دار المعاقين ويعمل حبه هاند كرافت وحاجات زي كده. ما بقاش انترستد، بقى دايما نايم. عنده ايزي فاتيجابيلتي، ممكن يطلع السلالم معناها مثلا حاجه بسيطه يعني 10 سلمات ولا حاجه، كان يبقى بيتعب. لحد في مره هم لقوه واقع على الارض اند ويز يورين كون. ف ات ذيس ستيج هم قالوا لا وي هاف تو سيك ميديكال ادفايس. وقع على الارض بيكوز اوف سيكلوك يعني؟ I don't know yet. يعني قصدي هو كان اللي قال لي ان هو انا لحد سالتهم انتوا ايه اللي خلاكم سيك ميديكال ادفايس ان كريس بيس بيس ان هو بعد السيمتومز اللي هم لاحظوها عليه التيرنينج بوينت ده ان هم لقوه واقع على الارض. لا هو كان فايق يعني، قصدي هو ما كانش لوك اوف كونشس، بس واقع على الارض ولوك اوف يورين كونشس ومش قادر يقوم، ما فيش حتى باور ان هو يقوم نفسه. هنا عايزين نقول ليه بسال السؤال ده؟ لان احنا وي ار فيست وذ ذيس بروبلمز تشيلدرن ويز كونجنتال هارت. هنا في تو بوينتس شود بي تيكن انتو كونسيدريشن. اولا اللايف سبان، يعني اذا كان لاعب موجود ولا ولا ولا. ثانيا الاكسبنسز. If this is, and I would not know it, طبعا, we are a poor country. If this is procedure is done on the expenses of the health service in the country, to what extent we are going? And طبعا دي ربنا سبحانه وتعالى، لكن هل ان احنا نرش الانتقال والحالات اللي زي، انا ما بتكلمش على الحاله دي ان شاء الله، بتكلم لان السؤال ده بيواجهنا. واحد منتلي ريتاردد وعنده كونجنتال هارت ديزيز واللايف سبان بتاعته ليميتد، هل نعمل او ما نعملش؟ ده السؤال. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها في العيان ده بقى، وي شود نوت بي تراكت ان العيان ده جاله وقع. بس المهم هو بقى ما انت هتشوف بقى هو الوقعه دي بيكوز اوف وات وي ديسكفر ذات هاز، لان مش عايزين نربط حاجه بحاجه ده وقع فنقول نعمله. لازم الوقعه دي تكون ريليتد للحاجه اللي هنناقشها. واخد بالك يا حسن؟ At this stage هم ودوه لدكتور internal medicine وهو طلب له روتين انفستيجيشنز منها طبعا اي سي جي واكو، وكان ريفيرد ليا بعد ما عمل الكاردياك انفستيجيشن. الاي سي جي بتاعه كان فيه كيو ويفز من بي 1 لبي 4، والاكو كان فيه ديبرست اجكشن فراكشن 40% مايلي ريليتد ال في دايمنشنز جريد 1 دايستوليك ديسفانكشن، وفي نير جلوبال هايبوكينيزيا وذ اكينيزيز اوف ذا ميد بيزل ميد اند بيزل انفيريو والميد والبيزل بوسيو ريسبتور. كان في مايل مايتر جيرج تراكاستيك جيرج، الار بي ستوريك بريشر واز نورمال، اورتي فايبس نورمال ريتريفال اورتي جيرج ومايل دوليت ليفت اي. فاحنا السيجمنت اللي هو مش ماشيه مع الاي سي جي يعني الاي سي جي انتيل هي كيوتس في البي 1 بي 4 والسيجمنت اللي هو مش كلها انفيريو بوستيريو. لا وهو الغالب في العمليه ان هو عنده جلوبال هايبوكينيزيا، وذر بقى ان دي حته اكتر شويه مش اكتر شويه، لكن عنده جلوبال هايبوكينيزيا. طبعا ادي ستيج انا قلت العيان ده غالبا يعني حاجه من الاثنين، يا اما هو عنده كورونري ارتري ديزيز، يا اما ممكن يكون بقى مايوكاردايتس بوست ده ليه بالظبط كده، بوست فايرال مايوكاردايتس او حاجه زي كده. طلبت له لاب انفستيجيشنز، كان في مايلد مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، normal kidney function, normal liver functions. يعني mildly dyslipidemic, LDL 126 with triglycerides 160, cardiac enzymes were normal, thyroid functions were normal.
انا الحقيقه وقتها حطيته على فول انتي فيلير فول انتي اسكيميك تري، حطيته على اسبرين وكلوبيبريل وسوباستاتين بروبرولان كلوبامبين ايسوبولول طارق فوسيجا تريميتازيدين واينس برزنتيشن عشان الانيميا. انا مش عارف هنا حاسم اي وود بريفير ان انا اديفاين هيز بروبلم بيفور جيفينج اول ذيس ليست. We have to separate between being an ischemic patient, and this ischemia is causing this myopathy, heart disease, or heart muscle disease, or it is heart muscle disease. بدل ما تديله الليسته الطويله، او even if you are doing that, giving all this medication, in your mind that next step I will differentiate. هو عنده ايه بالظبط؟ بالظبط كده، بالظبط كده. انا كنت مايل اكتر ان هو قد يكون ischemic based على السيجمنتال والموشن كريماتيك الموجوده في الايكو. بس السيجمنتال دي زي ما نبيل بتقول تحت محذر يعني سبجكت اللي بيعمله يعني ماشيه مع القصه فيري فيري سبجكت. يعني انا هو الحاجه يعني هو الاسبرين هو واحد ده عشان يكون اسكيميك هي هاز تو هاف ان هيز هيستوري فيري ايفيدنت بقى حاجه بتاعت امبارشن سيجنيفيكانت وتشست بين كده. هو ذا بروبلم از ان العيان كان بس اذا كان هو لاحظه على الحاجات البسيطه لا ده تاني وجع وجع اشتكي وجع طبعا حين ما مش قادر ان انا ريلاي على العيان قوي ان انا لما لا لا ما كانش بيتكلم خالص حتى لما انا يعني كنت بنيمه وبقول عليه وبعمل ايكو واز a little bit irritable. حاجه ثانيه في العلاج ارجع ثاني كده why you give him prolocolan without giving beta block. هلا انا حاطط بايت برو 2 اه كان الارتي بتاعه 90 فانا كنت عاوز اعمل له كنترول للارتي بتاعه. سو جايد لاينز ان احنا يعني طبعا قبل ليها ايفيدنس بيس طبعا قلل السبن بارتيكل وهتقلل الميديكيشن بتديها بروكولان داز نوت. الحاجه الثالثه ان هي بروكولان ليه سمول انسن 5% اوف اي اف يعني ايدك بلوكر ده يعني هو النورمال ان احنا نوصل بيتا بلوكر تو ذا ماكسيمم اند ذن اف ذا بيشنت از نوت ريسبوند تو جيب برو احنا هيبتز الضغط كان 120 80 100 170 70 انا الحقيقه ما بحبش احط له بريت احط له بريت جديد على اساس هو لينه بهدف انا يعني قصدي بدل ما نجيب له هدف وهو ما يقدرش يعبر عن نفسه احط له بريت جديد من الشيء اللي بيها تيفر اوبشن كانتي اسكيميك ميديكيشن يعني از كومبيرد تو نايتريتس. كان الديسيجن ميكنج بقى مع اخته طب هل ات ذيس ستيج هل نخليه على ميديكال تريتمنت بس ولا هل نبروسيد لكرونري سي تي سي تي كرونري انجيوجرافي ولا نبروسيد بيزد على الانجكشن فراكشن والتجمنت موشن تو كرونري انجيوجرافي. والحقيقه في الديسيجن ميكنج ده كان في نقط كتيره يعني قعدنا نتسقص منها ان طبعا العيان هيحتاج او يعني سي تي مش هيعرف يعمله بالظبط كده بالظبط كده خد نفس احنا كان المين بوينت ان احنا لازم معانا ياخد جنرال انستيزيا ايذر او سواء عمل سي تي او عمل كرونيك. انا في الحاله دي اي ويل يعني اكتفي في البدايه بان انا ادي للعيان ده ميديكال تريتمنت بيس وات ايفر هي الاسكيميا هي ريش تو ستيت اوف ليفل 3 ديس فانكشن ايفن اف يو ار ثينكينج ليتر اون انك انت تعمل اي انترفنشن ما هيش هي القضيه قوي وممكن ستيب جاست تو نو واتس جوينج اون ان انا اعمل حاجه تو فابيلتي تجري والاسكيميا حاجه من هذا القبيل. لكن انا I would prepare in this condition to proceed as an antifilial therapy. وطبعا الميديكال سيستم هنا لازم و زي ما قلت بروبر هو احنا يعني ليتر اون وي مايت نيد ان احنا نعرف الاناتومي راجع الاناتومي بتاعه بشكل ازاي هل هو عنده فيري هاي ريسك راجع اناتومي يحتاج حاجه تبقى لايف ثريتنج او ان الاناتومي بتاعه ممكن يمشي بالميديكال فيشن. فطبعا يعني ممكن بس ما اعرفش اذا كان ممكن تعمل مارك بريس في الجهه الاساسيه في السنترز اللي كان مارك بريس في الوقت ده يبقى صعب ده ما عندهمش حد يعني ايضا زي ما قلت مارك بريس في لو ما فيتامين اكو ممكن طبعا انا بقول لك بعمل ايجو عادي لعيب ماشي في غير ريد بول بيشد الكوب يعني انا برضه احتاج هو اختنا حتى لو اتفقنا احنا ممكن نقول يعني تو كات شوت نعمل كراين جوك بس كراين جوك مش نو سولف ذا بروبلم وي ونت تو نو ويذر ذيس مايوكاردم از فايبل اور نوت فدي القضيه
فيعني انا بالنسبه لي نمشي ميديكال ثيرابي خلاص والراجل كان لا لا لما اتكلمت مع قلت ان فيش واز فيري كونسيرن اباوت الهيلث يعني وعلى نوزل بتاعه بعد كابيتو في الاي سي جي والاكو يعني احنا اتفقنا ان احنا لازم نعمل حاجه من الاثنين دول يا مالتي سلايس يا كرونري اندوجرافي. هي قالت لي لو هو عنده حاجه لايف ثريتنج لا شي وود لايك تو بروسيد. قلت لها يعني هو ممكن يكون عنده صفحه دي وارد وممكن يكون عنده ناتنج ممكن يكون عنده ديفيوز ديزيز اي دونت نو يعني. فقالت لي لا اي وود راذر ان انا لو هياخد بنج ياخده مره واحده راذر انجوجرافي. على حسابها ولا حساب الدولة؟ على حسابها على حساب هي يعني حسابهم هما الاثنين اي دونت على حساب يعني البيشنت ان ذيس كونديشن يو هاف تو يس. So we proceeded to coronary angiography. طبعا من قبل ما الصبغه ما تتحيل واحنا اول ما شفت الكالسيوم يعني ايه حاجه مرعبه الحقيقه. فاحنا عندنا ليفت مين في مايل ديزيز لكن السيركمفلكس في هيفي كالسيفيكيشن في كريتيكال ميد سيجمنت ليجن ات ذا بايفوركيشن وذ ا فيري لارج او ام برانش وفي هاي دياجونال في برضه هيفي كالسيفيكيشن بروكسيمال significant disease. ال LED طبعا كله significant lesions with calcification. Was this the run up with our SAO? Yes. All right, the coronary beam block. وطبعا وفي كمان حضرتك ليجن في او ام كبير جدا at the site of the bifurcation, it's actually a trifurcation. وانا كنت فاكر دي ستنت لكن it's not a stent, it's a heavy calcification. لو خدت بالك تلاقي هنا في heavy calcification between the two branches as if there is a stent. هو الليجن اللي في الاي اللي هو اشد بكثير يعني في السيركمبلكس في ليجن لكن اللي دي ده فيري باد. طبعا ده ال LED هنا it's critically a diffuse disease و distally totally occluded. وراي كورونري بيعمل ريتروجريد ده بالانجيو عنده سيفير كالسيفيكيشن. يس احنا قبل ما احنا نلحق اول قبل ما احنا الصبغه انا ايم هوبينج ان انا الاقي سب توتال ال دي واحلل المشكله. انا قبل ما احل الصبغه ببص على الكالسيوم الحقيقه يعني اي واز يعني الواحد احبط من قبل ما يحل الصبغه. فال ال دي طبعا هو ديفيوز ديزيز وهيفي كالسيفايد من اوله لحد اخره والديستال ثيرد از توتالي اكلودد. الدياجونال في دياجونال كبير جدا اللي هو اللي فوق ده في اوستيال وبروكسيمال هيفي كالسيفيكيشن وسيجنفيكانت ديزيز. ده الدياجونال والسيركمفلكس ده كريتيكال ميد سيجمنت ليجن والاو ام سايزابل فاسل وفي طبعا اوستيال وبروكسيمال ديزيز وفي اوكلودد او سكند او ام بتوين السيرك والفيرست او ام. انا طبعا كان ابريشيت الميد سيجمنت سيركمفلكس ليجن بالكالسيفيكيشن اللي فيه والبرانش الاوكلودد في النص ما بين الاو ام والسيركمفلكس بروبر والهاي دياجونال برضه اتس فيري سايزبل بس الحقيقه وهيفي كالسيفيكيشن بروكسيمال ديزيز. رايت كرونري طبعا كلوزد فروم ذا اوستيوم وبرضه هيفي كالسيفيكيشن. دايجنوستيك ليفت حضرتك كانت تايجر تايجر كانت سو ناو واتس ذا ديسيجن ديسيجن طول الطاقه طبعا this is a very complicated case. اولا surgically it will not be done because the LED, which is the target of surgery, is disease artery with no distal runoff. As regards the intervention, he will need to sit سبع دعامات حاجه من هذا القبيل واحنا لا نضمن الليفل سيكلر ديسفانكشن اللي عنده دي موبايل كارديا سو اي ويل بريفير ميديكال ثيرابي ديفينتلي because of the general state of the patient that is mentally retarded. And even if we do all these procedures, he will not be able to complain and to represent himself. Well, بس ليكم قلتوا من احد الكونترا ابلكيشنز للستنتنج الانابيلتي فور لونج تيرم داك ثيرابي. يعني انا لو عايز زي ده وضامن ان يمشي على ده او اصحى هياخد او ما بطلش الكير جيفر بس ابوه لغايه لما كان مش اذروايز
انا لو حطيت له حتى ستنت ممكن يقفل يعمل ستنت ثرومبوز وانا ما احسش بيه، رغم يعني هحول الليجن. لا انا هو قصدي فاهمه. الحاله دي انا الحقيقه كان ممكن امشي ميديكال زي ما الدكتور هارفي قال من الاول، يعني قبل ما يعمل انجيو، لان انا دي من اهم أنا كده طبعا. الابلكيشنز ان انا العيان انكوبرتيف، وبعدين هو مش في ستيمي مثلا، يعني الحاجات الفيري ايرجنت تعملها لو عندك ستيمي او فيري هاي ريسك نون ستيمي، انما طالما قلنا ستيبل انجينا بتاع كان يمشي ميديكال. انا ما اقدرش ان هو سيبل انجينا، ان هو لا عنده نوت كومبلين، يعني قصدي اي كانوت اكسبريس ستيل. لكن من ناحيه الميديكيشن هو الكير جيفر ساب كومبلاينت ان هو بيدوله الميديكيشن بتاعه. هو كان ماي اونلي يعني موتيف ان انا اعمل له كورونال انجيوجرافي ان انا حاجه الاقي سهله فوكال بروكسيمال ال اي دي او يعني فوكال سيجنيفيكانت ليجن في احد الميجر فيسلز ممكن يتعالج. طبعا انا عملت اون ذا سبوت كونسلتيشن للكارديو سيرجن وهو طبعا يرن داون يعني بالظبط كده. وكان الديسيجن دلوقتي ما بين بي سي اي وميديكال تريتمنت، ولو بي سي اي ورد ده هي احنا بقى لنا دلوقتي، انا اول ما شفت العيان كان تقريبا شهر ونص او حاجه كده، وعملنا بصره بعديها بثلاث اسابيع بعد مش على الميديكيشن 50 ويكس، وهو ماشي دلوقتي على تقريبا علاج 4-3 ويكس. من ساعه ما عملنا الانجو واحنا ما عملناش حاجه، قلنا انا طلعت في الفيلم احنا مش هنالك فيتو. بس افضل تريت البيتا بلوكرز، لان حتى في الانجو ما انا كنت عايز اقول حاجه، يعني في العيان اللي زي ده الكومبلاينس بتاع الميديكال تريت بتاعه مش هيبقى قوي قوي، تراي تو مينيمايز تراي تو جيف ذا موست امبورتنت دراجز للعيان، يعني الحاجات اللي دايما توايس ديلي دي زي الكوكولان فاميتازين والحاجات دي، وبياخد لوت اوف ميديكيشنز منها الثيرابي والستاتنز والحاجات دي كلها. يعني انا في العين اللي زي ده اللي هيعتمد مينلي على الكير جيفر ان هو يديله ميديكيشن والوت اوف ميديكيشن ديفنت ويل ميس سمثينج، فانا حاول تو مينيمايز عشان ما يفقدوش الحاجات المهمه، يعني قصدي اركز قوي على الفيري امبورتنت دراجز لايك مثلا جوينت ثيرابي ستاتنز البيتا بلوكرز، دي يعني دي فيري امبورتنت فور البروجنوزس وكده، وتو مينيمايز الاذر دراجز اللي ممكن ما يبقالهاش دور قوي في. في النهاية طبعا بنشكر حسن، يعني بنشوف إن كل حالة هي need thinking what is the best for our patient. We have three possibilities for management, either medical intervention, surgery, and this condition. Surgery is not suitable whatsoever because of the LED, which is the main target for surgery, is not that ultimate can receive any graft. بالنسبة لي ال intervention PCI needs many stents. We are not sure whether this affection of left ventricular function with a viable myocardium, with no viable myocardium, the patient has a medical problem that's more important, being mentally retarded, he will not be able to care for himself, or even those who are caring for him will not be able to elicit his complaints. The safest and the most logic way in this condition is to continue on the medical therapy. وزي ما نبيل قال ان احنا مينيمايز ثيرابي مينيمال. شكرا يا حسن. بس انا اضيف حاجه اخيره، انا لسه شايف شفت العيان اول امبارح وهي قالت لي، انا قلت لها يعني طبعا عاوزين ان احنا يعني نعمل سكيلنج للسيمتومز بتاعته او بتاعه، فهي قالت لي اول ما كان ايه كان تقريبا ممكن تجيبه على سكور من 0 ل 10 ثلاثه، اول ما كان تعب يعني كان تعب بتاعه. دلوقتي اون ميديكيشنز ممكن تديله 5 ل 6 من 10 اللي هو لما كان with full power يعني which is اعتقد يعني بالنسبه في روم للميديكال ثيرابي تو بي على الاكستراكشن
تستعمله اليوم ولا ما تستعمله اليوم تقدمش يعني. الحالة انت مش الاكسبانشن وده من المواضيع المهمه جدا لان احنا طبعا النمبر اوف بيشنت اللي هم رايحين جدا دلوقتي كتير ديفايسنج ثيرابي والهارت كل الحاجات دي بقى عندنا دلوقتي الديفايس ده موجود بنسبه كبيره جدا وعيانين اسيتك دلوقتي بقى محتاجين الاكسبانشن عشان طبعا ممكن يبقى الباتري قديمه شويه الليدز اللي موجوده في السيتابل مع الباتريز احنا النهارده عندنا حاله ليد اكستراكشن هي فيميل بيشنت 83 سنه من المنيا هي عندها اخوها في سبرينج يونجست 42 years old هي كانت هايبرتنسيف كنترولد على انرافلان 20 ميلي جرام ديلي البيشنت من 14 سنه كان جالها كومبليت هارت اتاك وركبت عليها بي في اي من شهرين هي اشتكت ان جالها زي فيفر وبين وهوتنس وريدنس حوالين البوكت المكان البثري و فور ويتش شي سولت ميديكال ادفايس بس هي ما اتحجزتش في اي مستشفى خالص هي كانت كوره وكده فيعني راحت لدكتور ما اداها انتيبيوتكس وخلاص كده بس فتش الانتيبيوتكس وخدت ميديكال تماما في الدنيا هي كانت نجلكتد عليه الحمد لله الانفكشن ريزولتد بس كانت عقبال ما وصلت لنا كانت وصلت لنا بالظبط من اسبوعين البطاريه بالليد الاثنين كانوا بره هي كانت في ار البيشنت جات هي كانت هي جات بسيفير انفكتد بوكت كانت عليه ميديكال تريتمنت في الثلاثه دوت بس الانفكشن بصراحه ريزولتد الثلاث ماركرز خدت شكل ده بس كان عمل ساينس والبطاريه بالليد الاثنين كانوا بره مش طلع بره اللي هو حاجه بسيطه لا هو كان توتالي تماما يعني مش دي من 14 سنه وانفكت بالبوكت بعد 14 سنه ولودت 83 سنه ما بتلعبش كوره يعني دي فعلا حاجه غريبه بس هي ده اللي حصل يعني هي لسه جايه بالظبط الشكوى كلها بالظبط كانت من شهرين ده سندروم انا بتاعه يعني مش كل ممكن ممكن تورش فيها عامل سبسوت ايروجنز كده في انفكشن اصل الباتري انت عارف اكتر مني الباتري اتس فيري دي مش عارف ده لو كده ليه بعد سنه مش 14 لكن بعد سنه لا بعد اكتر من سنتين كمان عشان لعيب كوره لا هو السؤال كده ايه الدر مع الناس طبعا نظيفه في السن المصري الناس بتقل ممكن وهل ممكن الباتري بقت يعني كده وبالتالي لو فعلا حصل ايروجن باي شكل او اشكال دخل بكتيريا وعمل انفكشن هو انا اللي بنشوفه مع يعني باتري تشينج او جنريتور باتري تشينج مثلا عاده يعني هي بركبت 14 سنه بس جت بيقعد 11 ل 12 فاكيد غيرت قريب لا 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 خالص ولا يعني الموبايل ده 40 سنه هو مش محتاجاه لا لا 14 سنه يعني 5 سنين كتير دلوقتي يعني هو ما كانش ديبندنت حد دلوقتي هي ديبندنت عليه باتري بتقعد 14 سنه لو هي مش ديبندنت بس هي لو مش ديبندنت من 14 سنه مركبه بي بي اي كان بيقعد من 6 ل 8 سنين لا من 14 سنه كانت البطاريه بتقعد من 6 ل 8 سنين 16 سنه يمكن كان سنسنج بس يعني كان بيقعد لا لا لو في بيسك 20% او حاجه في الاول انت متابع هنا ريجلر ولا غالبا غالبا انا رايي معلش معلق القرآن كل حاجه انت بتتخيل ما غيرتش فرقناها هي ما كان مصر ما كانش ديبندنت عليه غالبا وده بيطول عمر الفتى بالظبط هي العيانة كانت جت لنا بالباتري والليد الاثنين بروتودد من بره جسمها خالص هي اوريدي كانت شايلاهم حاجه زي كيس كده وماشيه بيه الموضوع كان فظيع يعني لما شفناها كده طبعا حجزت ادمتت في المستشفى عندنا
عملنا لها روتين بروجرامنج عشان نطمن بس ان البطاريه شغاله، المقاسات البطاريه بتاعتها كانت كويسه، البروجرامنج بتاعها كان كويس، بس هي هي حتى وهي بره كانت بيسك. بصينا عليها بالفلور، هي ما كانش عندها اي انترنس بريزنس ساعتها خالص، البطاريه شغاله، بيئتها كويسه، ناقص في سنتين كمان. هي يعني مريضة على الله قوي يا دكتور، يعني كل حضرتك متخيل هي بركة جدا. فالعيانة زي ما حضرتك كده، هي جات عملنا لها بروجرامينج، بصينا عليها تحت الفلورو، اللي هي كانت توتال ديبندنت، ما عندهاش اي انترنسك لازم، البطارية كان لسه مقاساتها كويسة وحاجتها كلها كويسة. البيشنت ادمتت عندنا في المستشفى، عملنا لها فول لابس وكالتشر جديدة، وشفنا الالتهابات الماركرز وكل حاجة بتاعتها، وكنا خلاص بنحضرها عشان نعمل ايه، ليد اكستراكشن. العيانة الالتهابات الماركرز بتاعتها كلها طلعت نيجاتيف، السي ار بي، توتال بلاستيك كاونت، كل حاجه، حتى الكالتشرز نفسها طلعت نيجاتيف. كانت مديناها انتيبيوتكس بيسد على الكالتشر القديمه بتاعتها، خلينا ماشي على انتيبيوتكس، هي اي سي جي بتاعها كان بيسنج ليفت بامبنج، الايكو بتاعها كان نورمال ال بي سايز، عندنا بس مودريت تي ار غالبا من الليد نفسه، مفيش اي ماسز، العانه مش بتسخن، مش في اي حاجه. لازم نعمل ترانسفيرشن قبل هي حضرتك عندك حق، بس فكره لو احنا عندنا انفكتد ميكرولايتس، احنا في مرحله الانفكتد ممكن تتعالج، هي مش انفكتد ميكرولايتس، هي انفكتد ميكرولايتس. احنا عملنا برضه روتين ايكو، مفيش اي ماسز، هي نفسها مش بتسخن، مش اي حاجه خالص، ولو في ماس يعني سايزبل غالبا هتبان في الترانسفيرنس بتاعت ذات يعني. ايفن لو اقل من 10 مللي ممكن لازم تبقى ماس كبيره، مع ان الترانسفيرنس ايكو ممكن تقصده ايه؟ ونعمل بس حتى الماس لو 10 مللي ممكن وهنا ليه الاكستراكشن كلاس 2 ايه؟ الكالتشر نيجاتيف، الفلات ماركرز كانت نورمال، البيشنت حضرناها، حضرنا دم وبلازما وجبنا انستيزيا عشان خاطر ريجاردنج بتاع نعمل جنرال انستيزيا. الصراحه الانستيزيا ما كانوش متشجعين خالص ان احنا ننيمها جنرال، لعنا اولد ايج، شورت نيك وبيس شويه، فقالوا لا احنا خلاص قلنا ممكن نخش ديب سيديشن، وفعلا دخلنا ديب سيديشن. كمل يعني. دي حاجه قوي الصراحه. استخدموا التلسكوبيك شيت. لا ما وصلناش الصراحه. لا انت لوكينج ستايلز انت لوكينج ستايلز دي حقيقه. 14 سنه بقول لحضرتك ده لسه يعني العيانه كانت اديناها ديب سيديشن، اتحطت على ترانزنت واير رايت من الهيمورك عشان خاطر ما فيش اي عندنا انترنس بلاتيم خالص. استخدمنا الحاجتين اللي استخدمناهم، استخدمنا الاول لوكينج ستايلز زي ما حضرتك بتقول يا دكتور، وبعدها استخدمنا الدايليتو تشيز، كان مانوال تشيز، كان استخدمنا اثنين، واحد 11 ونص وواحد 8 ونص. عندنا بس شويه صور من الاسطره نفسها. الاول هي الصوره الاولانيه خالص بتاعت اللوكينج ستايل، دي الثانيه بتاعت التشيز المانوال تشيز. بس لا هي ات سيمز بينفول، بس هي بس هو علق بس الاسطره نفسها علقت مش عارف اهدى شويه. جدا، هي الليد اوريدي عدى، لو حضرتك المره اللي قبلها الشيس الشيس نفسه ما كانش عدى، بس حضرتك شايف هو فين هنا، المره الثانيه لا هو عدى احسن بكتير. كمان الليد بتبقى تحت الدبج على طول، عشان كده هو ده ده اللوكينج ستايل. هما الكيتس عاده بتبقى في تراكشن وكاونتر تراكشن، عشان خاطر احنا عندنا التو بوينتس، احنا بنحاول نريليس البوينتس بتاعت الفايبروسس عليه الاس في سي، ولو كمان الاي سي دي على حسب في كويل ولا لا، والاكتف فيكسيشن احنا عاملينه في الار في. فغالبا لما نخش اول في لوكال ستايت اللي هو الموجود ده، عشان خاطر بنوصل لحد الاخر خالص، عشان الواير نفسه تعمل تايب تكنيك، يبقى احنا عاملين تراكشن على الواير كله، فبتاخد من ايه من الاول اللي تحت اللي. بس عشان خاطر العيانه ديت من كذا سنه ففي فايبروزز، فاحنا دخلنا من ايه؟ من مانوال شيز. خدنا زي ما قلت كده مقاسين 11 ونص و8 ونص، والحمد لله يعني مشيت كويس يعني. اللي هي كان عدى الاول؟ لا دخلنا الاول 11 ونص كسرنا فايبروز، بعد كده دخلنا مش عارف بس اللي.
هي كان اكتر في العالم دي في الفايبر. يعني اللي عادة لو ما بتشالش اكتر من كده التلسكوب تشيلس والمسدس زي ما انت فاهم كده. دي بعد دي الصورة بتاعتها بعد هي دي هي بس الحاجة الوحيدة اللي كانت ناقصة فيها ان في التيب بتاعت الليد اللي هو لا في الكلاسيفيكيشن بتاعت الريموفل في عندنا كلينيكال سكسس وفي كومبليت سكسس ده يعتبر كلينيكال سكسس. يعني جارد من كام؟ سنة 14 انا لسه عشان التلسكوبك شيس في الاول السكرول عمر ما حط شيء من السكرول اللي بقى له 14 سنة ما احنا حاولنا فيها لا وبرضه يعني احنا برضه يعني ليمتد ريسورسز مش انا فاهم هو التلسكوبك شيس غالي عشان سالتك ولا حضرتك يعني هي دي اللي بس اللي اتبقى بس منها هي التب بس مش اكتر من كده يعني هو اتقطع بعد التب اتشال بعد التب ده السكرو لاست تراكشن اجينست المانجر هي دي اي صوره ثانيه ليها حظها بقى العيانه بعد كده حطينا عملنا لها اكتف فيكسيشن بليد ان بونتنج عملنا لها جاجلر فين وعملنا لها اكتف فيكسيشن نعم سيم سيشن سيم سيشن الاذر سايد كونترول لا لا نفس السايد بناخد البطاريه اللي جوه بره غير اللي انت كده ديفينتلي انت يو ار بروفن ان انت ما عندكش اكتف انفكشن بس انا اصلا يعني لو قصه كده ما جبتش لي نيو باتري الحقيقه لان دي انا ادخلها بري انفكشن او ريسك اوف انفكشن لما اغيرها في واحد كان في نفس السيشن اجيب واحد فيها سنتين بس واحد ايه يو بي بي اي هيقعد معايا 13 14 ما تنساش خالص هي في الاخر ايفن حتى لو كاتشرز نيجاتيف الكاتشر نيجاتيف كمل انت بقى يعمل بقى بوكيت جديد ويعمل بوكيت جديد الناحيه الثانيه كل حاجه انت جبت ليك زياده بالظبط باخد البطاريه في البيت خالص واعمل اكتف اكتيفيشن عشان عايز يقعد اسبوعين او ثلاثه يقعد في البيت وده اكتف الليد اللي هو اللي هيبقى ترانزيت او تمبرري ده جاجلر من نفسه جاجلر من نفس الناحيه هم بيعملوا كده عشان خاطر نزرف الناحيه الثانيه خالص انا شفت بيس ميكر ديبندنت بالظبط عشان كمان ريكفرز خليه بره كده يعني ما هديها الصوره اللي جايه دي بقى اوريها لحضرتك هي لا وبالذات ان هي كمان ديبندنت توتال يعني فيعني الموضوع صعب احنا حطينا اللي هو الاكتف هو ليه 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 بس ميك اهو ده صورة الليد ده ترانزنت وايت وده الليد الجديد اهو في مكانه وده في سكار من 14 سنة شلت الترانزنت وايت شلناه بعد كده عملنا ايكو بس عشان نميك شور ان مفيش اي ايكو لا هنا كانت الفترة دي ولا طبعا اي في انتي بايوتكس كل ده احنا ما كناش يعني العينه عملنا لها بيتسايد ايكو على الترابيزه عشان نطمن مفيش اي كارد انفيوجن مكان الليد كويس كل حاجه ودي دي صور الايكو بنطمن ما هي ده يعني ما هي بتنسى ده وده ساعد ان برضه لما تشلت البروسيجر تايم قد ايه؟ البروسيجر تايم احنا عندنا فيها كان تقريبا كل من اول ما التغذيه لحد ما قومناها تقريبا ساعتين بس
دي بيبر حضرت اول ايدي اكستراكشن الحقيقه مش عارف عدوا ان هم بيستخدموا نفس معين كده استرلايزيشن نفس الديفايس ذات اللي اتساروا حاجه لا 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 يعني في الاي سي دي في ناس عملت ترايل بس نفس الوليد تكنيك الوليد تكنيك الحقيقه اختاروا واحد ياباني بيعمل الترا سونيك انفكتد بوكيت بيعملوا له ديبرايتمنت عادي مفيش مشاكل يزرعوا الناحيه الثانيه نيو ليف بس ذا سيم باتري بعد لما يعملوها ريستراليزيشن بتطلع تاخد ساعه ساعه ونص وهم شغالين وبعد كده بيدخلوا بنفس ال... بس طبعا يعني في الباتري يعني في اي رخيص انما الفكره في ال في السي ار تي دي والاي تي دي فيكشن ده يعني ذاتس وات ماي ميل لايك أوه. 25% ده الجرح الجرح تم بغرز ماتريس ان احنا كان عندنا وايد انتوا ما خيطتوش مش سبكتيكلر يا بيه هو لازم سبكتينيوس لوحده ده غير فيرتيكال ماتريس عشان ما تاخدش سبكتينيوس لوحده هو بيبقى فيه في سبيس فاضي لا ساعات بنلمه كمان سبتينز كده من جوه بس كمان لازم تكون سبيس انت خد وقت جوه ان انت تقفل السبيس دوت جوه بغرز في السب كيو زي الجراحه ده مهم جدا وبعدين اقفل انفيرت ما فيش سبيس كده لان بقى يعني سيروما سيروما هو سيروما وانفكشن ودي هي البطاريه اللي في البطاريه اللي بتليد بالبطاريه جنبها بس ايه؟ لا يمكن سنجو لا لا سوري كان موجود مش ورجع 10 سنين كان موجود بس 30 كان موجود ومش ورجع لا انا ما كانت اللي شفتنا في الرعايه لا ما كانت اللي في الرعايه مونيتورنج اي بي انتيبيوتكس دي سي جي بتاعها كان بيسنج الايكو بتاعها طلع ايكو مش اي شيء مش اي حاجه لسه انا لسه انا كنت داخل ده الاي سي جي بتاعه بس هو الاخر ده هو ده